طيب الآن بنستعرض معاكم مشاهدين الكرام لقطات لنصب الشهداء في إمارة الشارقة اللي موجود بالقرب من المدينة الجامعية. هذه لقطات صورها لنا الزميل محمد ماهر قزموز، نشاهد وإياكم طبعا هذا النصب الجميل اللي لما دشنا صاحب السمو حاكم الشارقة في يوم الشهيد شاهدنا كيف كانت العملية فنية ورائعة في عملية بناء هذا النصب التذكاري. الفكرة أن نستذكر معاكم هذا النصب الجميل الرائع اللي لونه ذهبي براق لامع، يمكن هذه اللقطات تصادف ما قبل المغرب. لاحظ كيف انعكاس أشعة الشمس على هذا النصب، لاحظ كيف أشعة الشمس تنعكس على هذا النصب، ويعني أنت مار وخاطف في تلك المنطقة تشاهد جمالية وروعة هذا النصب التذكاري للشهيد. أصبح المكان معلم رائع، مش فقط للبشر، البشر اللي يأتون من كل حدب وصوب، يعني هم يمرون على هذا المكان وتشوفهم يزورون هذا النصب التذكاري، يتابعون يعني هذه الزوايا الرائعة من هذا النصب التذكاري الجميل. أصبح مقصد لهواة التصوير الفوتوغرافي، والله بعضهم يستقصدون هذا النصب التذكاري في فترتين، فترة اللي هي الشروق وفترة الغروب، لأن في انعكاس جدا رائع ومميز لأشعة الشمس على هذا اللون الذهبي البراق على النصب التذكاري. حكاية هذا النصب حقيقة لا تنتهي، يعني إذا ما كنت أنت متابع من البداية هذا النصب لما انعمل وبدأ مشوار بنائه. أنا أذكر كنت رايح في البداية الصبح أطالع النصب هذا، أقول يا ربي بس هذا هو النصب، كان لسه حدايد، كان بعد حدايد وبعد ذلك بتم تركيب، قلت لهم هذا هو النصب وفوق قبة اللي هي خوذة المحارب المسلم، فوق ممكن يشوف الواحد قبة وممكن يشوفها خوذة المحارب، شوفون اللي فوق خوذة المحارب المسلم. فبعد ذلك جو فهموني قالوا لا، هذا النصب التذكاري بيشارك في بناء أفراد القوات المسلحة، بيتركب طابق طابق، هم تقريبا 7 أو 8 طوابق، تتركب هذه الطوابق ومن ثم ترفع إلى الأعلى. شوفوا الإضاءات اللي حول النصب التذكاري اللي تعطي أيضا جمالية أخرى. فهذه اللقطات مشاهدين الكرام لهذا النصب التذكاري للشهيد، وهذه يعني الشمس تغرب في إمارتنا الباسمة. نشكر الزميل محمد ماهر قزموس على هذه اللقطات بالطيارة، يعني لقطات جدا رائعة ومميزة للنصب التذكاري. الآن هذه لقطات يمكن ما بعد الغروب، أو يمكن يعني خلاص على وشك أنها تغرب، تلاحظ كيف أنه من زاوية الأخرى. الآن الفترة المسائية، أنا هذه لقطة تبون صدق لين الحين ما شفتها بهاي الطريقة بهاي الجمال، أول مرة أشوفها بهاي الفترة الآن اللي قبل شوية حطه خالد. شوف الإضاءة هذه اللي تحت أعطت شكل آخر وجديد في الفترة المسائية لهذا النصب التذكاري. والله نستمتع وإياكم على متابعة ومشاهدة هذا النصب التذكاري. شوف الحين الفترة المسائية كيف الحديقة وكيف توزيع الإضاءة حول الميدان، تحفة 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 معمارية رائعة. كل النصب والله نحن نقول في صوب، وهذا النصب التذكاري في صوب آخر، لها ثقلها ولها حضورها بشكل كبير. هذه الفكرة، فكرة صاحب السمو حاكم الشارقة في عمل هذا النصب التذكاري الجميل.